خيانة، لازمنا فهمتي نفرحوا به، لكن في نطاق محدود. التوانسة ما فرحوش بهم غادي، عملوا فيهم. التوانسة مكروهين بار بروب، فما برشا توانسة جاوا تشكاوا ولي تخطفوا. احنا فهمتي كإنسانية نقبلوها، لكن في نطاق محدود. غلق الحدود إجباري بالنسبة لي أنا من وجهة نظري، وأنه إجباري وفي أقرب وقت ماذا بينا. تسألني علاش؟ نقول لك خاطر طاقتنا ظرفنا صعيب وما نتحملوش معنا أكثر من هذا، وإحنا التوانسة أبجل منا فينا من غيرنا، والخطر يهدد فينا والإرهاب وغيره. نحب نسكر الحدود ونتمتع بالسيادة متاعنا. أنا ضد فتح، ضد، ما نحبش، نحب نقعد يزينا حتى لنوكلوا نوكلوا رويحنا، معناتها يرجعوا الليبيه ديجا ترجع الهمجيه، ما عادش نلقاو باكو حليب، ما عادش نلقاو حتى دبوزه ما نخلطوا عليها بالريق الناس، باش معناتها برشا حاجات، والزوالي ما عادش يعيش، برشا حاجات، برشا حاجات تغلت وغليوا علينا الكراء. هو معناها ما نقول باش يحل واحد الحدود من ليبيا، خاطر معناها باسك نحن بلاد وحدنا انا وياهم معناها، وزيدا معناها نتقلقوا برشا كي يبداو برشا اكثر من اللازم. انا والله مش بور ومش كونتر، بور انهم يسكروا لك الجماعه المسلحين والكذا واللي بتبيعه يمثلوا كما نقولوا احنا اختر على البلاد هذه اللي تشوفها، وكونتر انهم يحلوا معناها الكاتيجوري معينه نتاع عباد اللي يقولوا خايفين من الوضع نتاعهم غاديكا، والفتح باش يكون بتبيع تمبورير معناها حتىكش اني يسوي وضعيتهم غاديكا نتاع 3 شهور 4 شهور ماكسيموم 6 شهور ويرجعهم يرجعهم بلادهم تو سامبلومون. انا معاه فتحان وفتح، خاطر احنا عرب ومسلمين ونعاونوا بعضنا، وهذيك هي العمليه اللي يلزمنا باش نتعاونوا ونتآزروا وكاو، ما راش حتى حرج، المهم فما يقظه فما الانسان يثبت وكاو وكاو. غالقه كومبليتمون لا، خاطر فما حاجات انسانيه لابد الانسان يعترف بها شوي. اما ماذا بيا فما شوي تحكم في اللي يدخل وفي اللي يخرج، معناها حراسه مشدده، يثبتوا شكون دخل وشكون خرج، كيف كيف على المساره زاده كيف كيف، وخاصه النساء والاطفال الصغار هذوما المهمين. لا ها ضد. لا علاش؟ خيين وكهو خيين، نلقاونا يلقاونا نلقاوهم وقت شد. انا بور على الشيء اللي نشوفه فيه غادي، فهمني، حتى اللي عملنا معهم البي وكل شيء في الحدود وخليناهم ديارنا وكل شيء، فهمني، من بعد شفت كيف معناتها حتى السبيطارات والكلينيكات وكل شيء معناتها قاعدوا يسالوهم، فهمت، ما يثمرش فيهم بالغلط، فهمني، كان ثمر فيهم بالحق، كان ثمر فيهم، فهمني، راه ثمر في القذافي، فهمني، دونك من الاخر معناتها يسكروا الحدود، فهمني، يسكروا الحدود وشوف على السكيورتي. انا كونتر باش يسكروا الحدود بينا وبين ليبيا، خاطر عندنا احنا عائلات توانسه الغادي، وعندنا زادة شقائنا الليبيين هنايا، يعني كيما نعاونوش بعضنا في حاجه في موقف كيما هذا وقتاش باش نعاونوا بعضنا. لا انا كونتر، انا كونتر غلق الحدود التونسيه الليبيه، لا لشيء لدواعي انسانيه، وما نحبوش نكون كيما مصر اللي هي مسكر على اسرائيل على الفلسطينيين والدعم لفلسطين، وان بلوس كان سكر المعبر معناها بطرق قانونيه باش يدخلوا له بطرق غير قانونيه. مساله غلق الحدود معناتها ما بين تونس والشقيقه ليبيا هي مساله امنيه معناتها واضحه، ما تطلبش حتى التفكير، ومعناتها ونحن معناتها المواطنين معناتها في تونس واعيين بقيمه معناتها اشقائنا السوادي زو معناتها المغاربه او العرب بصفه عامه، اللي هي معناتها ما ثمش حدود ما بيناتنا جغرافيه ولا سياسيه ولا من اي نوع. ما نخص مشكله، مش معناتها ما نحبوش الليبيين، مرحبا بيهم اخواننا جيراننا، لكن راه في تونس شنو اللي فما توا بقل يبعدوا على المشاكل ويبعدوا على انه يزيد عنا رهاب اكثر، وما عادش نجموا بلادنا نحكموا فيها، فهمت، كلي محلوله كل شيء مش الحدود برك. غلق المعبر معناها الحدود من بين تونس وليبيا معناها تيفيتي برشا مشاكل، كيما مثلا البروبليم السلاح اللي قاعد يدور في ليبيا، معناها كي بيان سور لازمنا نسكروا باش نقصوا العباد اللي قاعده داخله، خاطر كثر الشارج على الديوانه
ما عادش ينجموا يفركسوا الناس الكل، وينجموا معناها ينجموا يدخل سلاح، وينجم يدخلوا برشا حاجات كيما معناها يدخلوا حتى ما عرفش الفلوس ديفيز، تدخل السلاح، تدخل برشا حاجات. نحن ما تعجبناش انه يسكرون المعبره، خاطر نحن برسك جيران تونس وليبيا، اما صعبش بون الله غير معنا ما نقول. Je suis contre اللي نحلوا الحدود مع ليبيا على خاطر ça va nous causer beaucoup de problèmes. D'abord déjà باش يتحل السلاح ديجا وباش يولي السلاح يتعدى وديجا الدنيا باش تزيد تغلى. و en plus معناها ça va nous causer des problèmes معناها في الزحمة وفي برشا حاسيلو في السيكوريتي وي وفي لي بري نتاع الاساسيات. بالنسبة للحدود الليبية هنا يلزم يكون القرار، يكون قرار مبني ماهوش على معناها يكون ظرفي، يلزم يكون قرار أول حاجة استراتيجي وقرار سياسي وقرار اقتصادي وقرار اجتماعي. معناها يكون ثم غلق معناها ما تغلقش كومبليتمون، خاطر ما تنساش زادة ثم ناس مرضى في ليبيا لازم استقبالهم حتى الامور الانسانيه، ثم ناس عندها فلوس تحب تستثمر في تونس تنجم تجي. معناها نحلوا الحدود مي افيك بوكو 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 فيجيلونس، معناها نكونوا محتاطين اكثر من اللازم مع الغلق الحدود، خاطرنا مانيش اقتصادنا مضعضع وهما بلاد ارهابيين باش يدخل لنا سلاح سيتو.